خلينا بقى نبتدي معاكم النهارده، وخليني اقول لكم فقراتنا النهارده هنبتديها مع دكتور سامح نعمان الاستاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه. فقره هتكون عن ترشيد استهلاك الكهرباء وازاي نقدر نتحكم في الفاتوره، وايه النصايح اللي مهم كلنا ناخد بالنا منها واحنا بنستخدم الاجهزه الكهربائيه دينا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا. اما بقى فقرتنا الثانيه فهتكون عن الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي اللي بتمر النهارده ذكرى وفاته. محمد الموجي اللي اثر المكتبة الموسيقية بمجموعة كبيرة من الألحان الجميلة واللي غناها كبار المطربين في مصر والوطن العربي، وهيكون ضيفنا النهاردة الباحث الفني والموسيقي الأستاذ محمد دياب. أما دلوقتي فهنروح معاكم عشان نشوف أبرز الترانز والموضوعات اللي بيدور عليها المصريين النهاردة، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الورد على حضراتكم مرة تانية. طيب دينا، أول خبر معانا النهاردة أو أول موضوع هنتناقش فيه على الهوا النهاردة هو موضوع يخص المرأة، وأنت عارفة أنا وأنت لو اجتمعنا على الهوا في حاجة تخص المرأة دي يعني مشكلة كبيرة في حد ذاتها. بس يعني خلينا نقول إن طول السنين اللي فاتت الدراسات قالت إن الرجالة بيدعموا على فكرة عمل المرأة، ودي فكرة بالنسبة لهم ما فيهاش مشكلة خالص وبيقدروها جدا، وما عندهمش مشكلة إن هم يتجوزوا حتى ست موظفة تشتغل حتى عمل حر، ما فيش مشاكل في المواضيع دي خالص. ولكن المشكلة في إنهم مش بيعبروا عن ده في العلن، يعني ممكن يدعمها بينه وبينها ولكن في العلن مش بيدعمها او مش بيدعم ده، مع ان هو ممكن يكون معترف بينه وبين نفسه ان الست بتواجه طبعا صعوبات كبيره في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مسؤوليه بيت ومسؤوليه ولاد، ومن ناحيه تانية شغل ومهام في الشغل ولازم تنجز المطلوب منها، ويعني على كتافها حاجات كتيره قوي، وان مان شو زي ما بيقولوا كده. صحيح. مش حاجه واحده ولا حاجتين بل ثلاثه، يعني والله حاجات كتيره قوي، عندها قصص كتيره وعندها تحديات كتيره بتواجهها. ولكن برضو الدراسات بتقول ان 59% من الرجاله، دي الدراسات مش انا اللي بقوله، دي مش ارقام، بيرفضوا التحيز ضد المراه لان ده مش هيعود عليهم بالنفع. يعني انا اقول لك انا مبسوط قوي بيكي وانا فرحان وفخور بيكي انك بتشتغلي، ولكن ده
بيننا وبين بعضينا، انما ادعمك في العلن وكده ده نسبه قليله قوي من الرجاله هي اللي بتعمل كده. طبعا الحقيقه ان التميز بين الجنسين في مكان الشغل امر واقع وموجود في كل دول العالم، وبيعتبر تحدي كبير للسيدات سواء في القطاع العام او الخاص، وان الدعم مش هيتم الا في وجود طبعا قوانين تمنع التميز بين الراجل والمراه سواء في الحقوق او التمييز طبعا في الحقوق او الواجبات او حتى في الوصول الى الوظائف طبعا والترقيات، لان بعض الرجاله بيكون عندهم حساسيه شويه كده من تقدم المراه عليه في الشغل او انها تاخد منصب اعلى منه، وبيحسها اهانه وما عندهمش نظرة كده تشجيعية وداعمة زي ما سلمى قالت، يعني ممكن تكون قدام الناس وممكن تكون بينهم وبين بعض، بس اللي انا بس طبعا بس خلينا نقول كل قاعدة ليها شواذة، في رجالة بتدعم جدا بس انا بحس الحقيقه وفعلا زي ما انا بقول دلوقتي ان الراجل بيحب ان هو يتميز عن المراه في الشغل، وفعلا يعني بحس هو بيحس فعلا بالاهانه لو المراه خصوصا لو زوجته أنجح منه. اعلى منه او انجح منه، فبيحس ان دي حاجه كده لرجولته، يعني مش عارفه بنحسها كده. عشان كده خلينا نعرف اكتر يعني تفاصيل كمان عن الموضوع ده، ازاي نقدر نخلي الراجل يشجع ويدعم المراه، من الدكتور رشاد عبد اللطيف استاذ تنظيم المجتمع بكليه الخدمه الاجتماعيه جامعه حلوان. صباح الورد على حضرتك. صباح الشياكه. صباح الورد. طبعا احنا اهلا بحضرتك. طبعا احنا بنتكلم عن يعني المراه والرجل في الشغل، وان الرجل بيحب ان هو يتميز عن المراه. عايزين نعرف من حضرتك في البدايه المهارات الاستثنائيه، ازاي ندعم المراه ونخليها تقدم يعني كل قدراتها في الشغل. اولا كل الشكر ليكم، انا سمعت الحوار بينك يعني بين الاستاذه دينا والاستاذه سلمى دلوقتي في لما بتكلموا عن المرأة ودعم المرأة. أنا عاوز أقول دي قضية ممكن تكون من 20 سنة أو 30 سنة. صحيح. ممكن تكون قضية مفتوحة وجامدة وفي جيلسي أو في يعني غيرة من الراجل ناحية الست. دي حقيقة. لكن حاليا دلوقتي أنا بكلمك كأستاذ جامعة وشايف المجتمع قصادي مكشوف كله يعني. وبالتالي انا يعني بقول ان في المراه كسبت دور كبير جدا 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 لما تميزت بحاجتين. الحاجه الاولانيه لما تتقدم يبقى عندها ذكاء اجتماعي كده ظريف، ما يشعرش الراجل من خلاله ان هي بتتنك عليه او ان هو يعني احسن منه، حتى لو كانت الست او مراته او واحده ست بصرف النظر مش مراته كانت واخده المنصب القيادي وعاملت الناس معامله شياكه. اظن ولا في كثير من المؤسسات ان كثير المؤسسات الناجحه فيها امراه ناجحه وبتعامل الناس بذكاء بتراعي شعورهم يعني بتستفيد من مهاراتهم وازاي بتنسق هذا الجزء ومتفوقه على الرجل في كثير من القطاعات. انا بقول الكلام ده من واقع دراسات، واحنا عندنا في كليه الخدمه الاجتماعيه مش اقل عن 25 دراسه كانت بتتكلم عن تمكين المرأة، لأن دعم المرأة هو تمكين المرأة، إزاي أنا أمكن المرأة إنها تأدي دورها بفاعلية. الحاجة الثانية اللي إحنا عايزين ندركها إن مقومات التنمية المستدامة في الهدف تقريباً رقم 5 اللي هو المساواة بين الجنسين، يعني هو ده هدف مهم جداً جداً والدولة والمنظمات العالمية كلها بتسعى. طب دكتور رشاد أنا عايز أسألك سؤال مهم جداً، هل إحنا دلوقتي عندنا في مصر في مساواه بين الجنسين؟ يعني هيك شايف ان المواضيع دي قلت شويه، التحيز للراجل عن المراه هل ده قل شويه؟ الست بقت واخده وضعها بمنتهى البساطه كده، لو هقولها في جمله بسيطه، الست بقت واخده وضعها دلوقتي ولا لسه عندنا شويه مشاكل؟ لا انا بقول لحضرتك بالامانه الست خدت وضعها وشويه عليه كمان، يعني مش بس خدت وضعها هي اثبتت نفسها تحيز وشويه عليه كمان وشويه انا بقول لك بجد انا بتكلم من واقع الوظائف. احنا عندنا لما انا بص لكليتي، انا كليه الخدمه الاجتماعيه كان عدد الرجاله من 20 سنه اكثر عن الستات، دلوقتي عدد السيدات اكثر من الرجال، وده ناتج لان هم شاطرين وان هم يعني بيبذلوا جهد واو الى اخره. فليه نحرم الناس اللي عندها جهد وشاطره انها تتولى مناصب قياديه او تتعين معيد ثم مدرس مساعد ثم استاذ ثم يعني على سيره المهن بقى، يعني احنا دايما عندنا مشكله كده، دايما تلاقي الناس
تقول لك يا دينا او تقول لحضرتك كمان يا دكتور ان لا انا مش هروح مثلا لدكتوره ست او مش هروح مش عارف ايه لو راجل هيبقى اشطر. فاحنا عايزين نعرف كده ايه المجالات اللي بيحتاجها سوق العمل والستات بتبدع فيها فعلا دلوقتي. يعني انا شايف مجال التعليم مهم جدا جدا صح. بالنسبه للمراه وخصوصا في مرحله الابتدائي والحضانه لان محتاجين طول صبر وطولة بال والمرأة أكثر صبرا وأكثر طولة بال. التمريض وكان في فترة معينة مرفوض لكن دلوقتي أصبح نسبة كبيرة جدا 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 من النساء بتقبل عليه وده أيضا محتاج إلى صبر حتى تكون أكثر من 90% يعني أيوه يعني ده حاجة مهمة جدا جدا. برضو الأطباء كلمة طبيب وخاصة الطب النفسي أو الطب الاجتماعي إن شاء الله يبدأ يظهر. أنا بقول لحضرتك محتاج عنصر نسائي مهم جدا جدا لأني هم عندهم يعني القدرة على استدراج المريض أو استدراج المستفيد ويقدروا يعني ياخدوا منه المعلومات ثم يضعوا رشدة العلاج. أنا شايف أني حتة أن ده راجل وده ست ده موروث ثقافي ناتج عن أن احنا مجتمع ذكوري بطبعه. شكرا وبالتالي شكرا لكن أنا بقول حضرتك لا المجتمع الذكوري دلوقتي أصبح أكثر تفاهما وأكثر شياكة وأكثر تعاملا مع العنصر النسائي. بالعكس في كثير من الأسر سعيدة جدا جدا والراجل سعيد جدا جدا بأن مراته أحسن منه لكن أقل منه يمكن تواجه قبل شوية يعني هي المفروض الصراحة يا دكتور ما تتقاش بأحسن وأقل يعني كل واحد ينجح وكل طرف يدعم الطرف الثاني سواء كان راجل أو ست والحياة مشاركة يعني طبعاً فإحنا فعلا طبعاً. المشكلة في الأساس إن إحنا كنا هقول كنا مجتمع ذكوري ودي حقيقه طبعا. مهما قعدنا بقى نلف وندور حواليها ولكن دي حقيقه واحنا الست فعلا بتعاني ولسه لحد النهارده يا دكتور بتعاني ولكن يعني نتمنى في المستقبل تبقى الحياه الطف واخف على السيدات. انا بدات معاكي بانها خدت حقها واكتر. انا بقول لحضرتك ما ده تحيز يا دكتور يعني حضرتك شايف برضو ان زياده علينا حته فده تحيز بس احنا هنعديها ده تحيز شويه. لا 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 والله الست جميلة ودي أخت وأم وصديقة أيوة يا دكتور يعني هو ده كل ما نبص حوالينا مش نص الدنيا كل الدنيا حاجة جميلة صحيح. الله حاجة جميلة مين إيه يكره يشوف حاجة جميلة حواليه بس. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. ست كل الدنيا دي حقيقة يعني مفيش دنيا من غير ست هي الام وهي وبالنسبه ان هي اثبتت نفسها من نجاحها لان شوفي بقى بتكون يعني بتشوف مثلا شغلها في البيت ومع جوزها وفي الشغل وحاجات كتيره جدا فاحنا يعني حاجه بجد كويسة. بجد لو خلينا الراجل يعيش حياه الست اعتقد ان هو مش هيتحمل اسبوع هو بيركز والله العظيم ده مش كلام احنا فعلا مالتي تاسك يعني احنا طول الوقت بنعمل حاجات. الراجل مؤهل ان هو وربنا خلقنا كده مش عيب في الست ولا عيب في الراجل ولكن انا قصدي الست لما تكون بتعمل كل حاجه وعايزه تنجح في كل حاجه وست قادره انها تقف على رجليها رغم كل الظروف المفروض على الاقل نديها تقدير نحترم انها بتعمل اكتر من حاجه وبتساعد في اكتر من حاجه مش نكسر مقاديفها او نحس ان نجاحها ده هيجي علينا احنا نقدرها ونقولها شكرا مثلا يعني شكرا يعني نقدرها ونقولها شكرا لا لا فعلا يعني نقدرها ان هي بتعمل كل ده ويعني ندعمها وفعلا نبقى من قلوبنا يعني حابين نجاحها وحابين ان هي يعني تكمل اللي هي بتحبه طالما بتراعي حقوق البيت اللي مطلوبه منها والحاجات دي كلها يعني بص يا دينا الستات طلعوا القمر فانا مش هقول حاجه تانية غير كده بقى مفيش بقى ست وراجل وبثق في ست وشغل ست ده تنفع تشتغل وست ما تنفعش تشتغل شغل قدها وقدود الكلام ده صحيح قدها وقدود فخلينا بقى دلوقتي نروح نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده ونرجع لكم مره تانية. Thank you.
اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي معانا خبر عن عالم سوري قدر خلال الايام اللي فاتت للوصول لطريقه جديده لعلاج السرطان بالاعتماد على تحفيز المناعه علشان يقلل من الاحتياج لجرعات العلاج الكيماوي او التدخل الجراحي. العلاج الجديد سماه قنبلة السكر، وقدر يوصله الباحث إبراهيم الشعار مع فريق عمله، وكان الهدف الأساسي هو تحقيق نتائج طيبة جيدة في التعامل مع سرطانات الرئة والثدي، وده بعد اكتشاف أن الأورام السرطانية قادرة على وقف عمل جهاز المناعة وبالتالي فشل العلاج الكيماوي. يا سلمى، الباحث إبراهيم الشعار يدينا قال أن ابتكار قنبلة السكر ده بيعمل على إعادة الجهاز المناعي للعمل بطريقة جيدة ورؤية الأورام السرطانية وتدميرها من غير ما يؤذي الخلايا السليمة، لأن مشكلة العلاج في المرض الخبيث ده ان احنا او ان الدكاتره بتحاول تحافظ على الخلايا اللي حوالين الخلايا المسرطنه، ولكن العلاج بيدمرها او بيدمر الخلايا السليمه. المهم يعني ان قال كمان ان دراسته اتعملت على حالات سرطان الثدي والرئه، وهي حالات طبعا صعبه جدا وفي الغالب بيفشل معاها العلاج الكيماوي. واجرى كمان فريق البحث الاختبار على 700 حاله بعضها ميؤوس منه، ولكن العلاج اثبت فعاليته في 70% منها. فاحنا بنتكلم عن يعني اكتشاف، فخلونا نعرف اكتر عن الاكتشاف الجديد ده ومدى فعاليته من دكتور محمد عز العرب، سكرتير عام جمعيه سرطان الكبد المصريه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا استاذه سلمى واستاذه دينا والساده المشاهدين وعلى مصرنا الحبيبه يا فندم. صباح الورد على حضرتك. يمكن اللي انا بسمعه ده يعني شيء مفرح وشيء ممكن يدي امل لكتير من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. يعني خلينا نقول للاسف ان المرض الخبيث ده بقى موجود بكثره دلوقتي لاسباب كتيره يطول شرحها مش هنقولها دلوقتي، ولكن بقى موجود كتير جدا. الاكتشاف الجديد بقى لعلاج الامراض السرطان اللي احنا بنتكلم عنها ده، ايه مدى فعاليته؟ 70% من الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده رقم كبير جدا، فهل العلاج ده موجود دلوقتي على ارض الواقع فعال فعلا ولا لا؟ طيب خلينا اقول بس في البدايه ان زي ما ذكر في التقرير ان هو في المرحله الثالثه، يعني هو لسه في التجارب الكلينيكيه. كويس. يعني عندنا المراحل، اي مرحله علاجيه بتمر في مرحله ما قبل الانسان، على سواء بقى على تجارب الحيوانات او الثدي او المختبر او التجارب الكلينيكيه على الانسان، ودي بالثلاث مراحل اساسيه. هم في احنا في انهي مرحله يا دكتور اللي هي التجارب على ايه دلوقتي؟ الثالثه. بتكون على ايه؟ على الانسان خلاص. زي ما قلنا 700 حاله. اوكي. على الانسان واللي هم مرضى فعليين. وبيتم يعني هو المفروض بيتعمل حاجه اسمها مقارنه مع العلاج اللي هو الوهمي، يعني بيدي مجموعه العلاج اللي هم بيختبروه ومجموعه ثانيه اللي هي المقارنه بيدوه علاج بيسموه الغبي او الوهمي او بلاسيبو، وده على اساس يشوفوا النتائج بعد فتره معينه من ايه؟ من العلاج. الشيء الجميل في الدراسه دي او الشخص ده او الانسان اللي احنا بنقول ان هو سوري بنفتخر بكده، ان هم نشروا المرحله الثانيه في مجلات علميه وهم ماشيين بطريق علمي سليم، يعني مش عايز اقول ان هم طريق اللي هم بيعملوا يعني اخبار بتدي امل، ولكن على ارض الواقع يعني احنا الطب معتمد على الدليل العلمي. الدليل العلمي بالنسبه لنا احنا اللي هي التجارب الكلينيكيه اللي بيتم اعتمادها، ومن ثم بيقدم الحاجات دي كلها بعد التجارب الكلينيكيه الثلاثه الرئيسيه بيتم للجهات المنوط بيها زي الاف دي اي اللي هي منظمه الاغذيه والدواء الامريكيه او الايما الاوروبيه. لو اعتمدوه بيتم فعلا التصريح لدول العالم كله بانتاج او لشركه معينه اللي هي، وهو الراجل بيطالب دلوقتي ان شركه عالميه تتولى هذا البحث لانه هيتكلف كتير جدا. أوكي. باجي انزله هيتكلف كتير جدا. طيب حضرتك هو ايه الفرق بين الطريقه الجديده في العلاج والعلاج الكيماوي المتعارف عليه؟ اشكر حضرتك، دي نقطه مهمه جدا. العلاج الجديد ده بيعتمد على تسموه قنبله السكر. ليه؟ لان لقينا ان الخلايا السرطانيه معدل الايض او التمثيل الغذائي فيها عالي جدا عن الخلايا الطبيعيه، فالايض ده او التمثيل الغذائي بيستهلك السكر، فعشان كده بيستخدم العلاج اللي هو بيستخدمه اسمه الكفر، والكفر ده فعلا في تجارب كلينيكيه حتى في الغرب عليه ان هو كضد السرطان وضد التهاب، فبيخلط الكفر ده مع السكر على اساس بيحنوا بيه ومع مواد اخرى على اساس ان هو بتوصل للخلايا السرطانيه فيقوم يستقطبها، ومن ثم يبدا العلاج بالنسبه للكفر والعلاجات الاخرى الموجوده فيه ضد السرطان. فبيعمل كذا حاجه، ان هو ضد سرطان
وفي نفس الوقت بيحفز جهاز المناعة اللي هي الخلايا التائية، خلايا ته يعني، انها هي بتقاوم الايه السرطان. هو العلاج ده من الناحية العلمية او الأسس العلمية ده ناحية ماشيين بيها. يمكن خلينا نقول ان العلاج المناعي اللي احنا بنستخدمه حاليا في انواع كثيرة من السرطانات بيعتمد على إعادة عمل الخلايا المناعية اللي هي الخلايا التائية دون تدمير الخلايا السليمة. يا دكتور، فأنا عندي سؤال هنا، يعني عايزين نعرف العلاج الجديد، يمكن مشكلة المرض الخبيث ده في العلاج برضه، لأن العلاج يعني هو مرض بالضبط. خبيث أصلا الناس ما بتحسش بيه غير في الأواخر أو في حالات خاصة بالضبط. ولكن مشكلته في علاجه، لأن علاجه بيدمر الخلايا والأوردة وقصص كتيرة جدا. فهل العلاج الجديد اللي احنا بنتكلم عنه ده علاج سهل، علاج بسيط على الجسم، علاج ملوش سايد افكت زي العلاج المناعي او الكيميائي او الاشعاعي، كميه طبعا علاجات بتستخدم لمرضى السرطان، هل العلاج اللي احنا بنتكلم عنه ده دلوقتي اسهل واخف على البني ادم؟ ممتاز جدا. من واقع ما نشر عن التجربه الكلينيكيه الثانيه، المرحله الثانيه اللي هم نشروها فعلا، الاثار الجانبيه كانت قليله جدا جدا. الشيء الاهم في الموضوع برضو ان التكلفه اقل بكثير جدا من العلاجات الموجوده، حتى من العلاجات المناعيه اللي هي موجوده حاليا. لما الاقي التكلفه فعلا بسيطه وعلاج فعال، وزي ما نشر ان التقييم الاولي للمرحله الثالثه انه 70% استجابوا، فده شيء. يعني انا اتمنى يا دكتور ان يفضل الكلام بتاع التكلفه قليله جدا ده لما ينزل العلاج ويكون موجود على ارض الواقع، ما نبتديش نشوف ان هو علاج فعال فسعره يبتدي يزيد ونشوف الحاجات اللي بتحصل دي. فلو هو فعلا من البدايه اهو تكلفته اقل كتير، فاتمنى لما يكون موجود على ارض الواقع تبقى فعلا تكلفته اقل كتير. هو طبعا دي حقيقه، زي ما حضرتك عارفه ان اي يعني علاج بينزل جديد بيبقى علاج غالي جدا جدا، نتيجه يعوضوا ثمن التجارب الكلينيكيه والتسويق وخلافه يعني، صحيح. واخذ الاعتمادات، فبيبقى علاج مكلف جدا يعني. خلينا نقول ان هذا العلاج بالتكلفه بتاعته، سواء الكيفر او الكلوكوز او الحاجات دي كلها، المواد الاوليه اللي داخله في العلاج هي فعلا ثمنها قليل، غير العلاجات المصنعه الكيميائيه. خلينا نقول الموضوع ده، لان الكيفر ده عباره عن ماده موجوده، ماده تخمير مخمره، حتى الناس بيستخدموها لتقويه جهاز المناعه وبيستخدم من زمان. فهنا الموضوع ده فعلا موضوع كويس جدا جدا. خلينا نقول ان احنا ننتظر كناحيه علميه الى انتهاء التجربه اللي هي المرحله الثالثه، ومن ثم الاعتماد من الهيئات الدوليه خاصه الاف دي اي. يعني ربنا يشفي كل مريض. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، سكرتير عام جمعيه سرطان الكبد المصريه، بشكرك على المعلومات المبشره بالخير دي، شكرا جزيلا وصباحك صباح الورد. طيب سادة مشاهدين، بقى يعني ده طبعا خبر جميل، خلينا نبص للجانب الايجابي. طبعا الكلام عن المرض يعني كل حاجه بتكتشف ان في تطور جديد في العلاج، فطبعا ده حاجه بتفرحنا، وبنتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المرضى طبعا. طيب ما تيجي نشوف كده ايه العادات اليوميه الصغيره اللي ممكن فعلا تفرحنا او تزود عندنا هرمون السعاده زي ما بيقولوا. في ناس يا دينا تقول لك انا باكل شوكولا، في ناس تقول لك انا القهوه بتعدل مزاجي، في ناس تقول لك انا الصبح لازم اقوم اروح الجيم او اتحرك شويه عشان هرمون السعاده يزيد عندي. فهل ممكن فعلا العادات اليوميه الصغيره دي تزود السعاده وتحسن الحالة المزاجية عندنا؟ لأن الشعور بالرضا مش مقتصر طبعا على اللحظات الجميلة المهمة بس اللي بنمر بيها في اليوم، ولكن في تقرير نشرته صحيفة تايمز اوف انديا قالت ان العادات البسيطة قادرة انها تنتج في الجسم فعلا هرمون السعادة، زي مثلا زي ما قلت لك من شوية ان احنا نلعب رياضة، نقعد في الشمس شوية، حاجات بسيطة كده. يعني دايما فيتامين دي لما قال يقول لك انت حاسة بخمول، حاسة باكتئاب، اعملي تحليل فيتامين دي، ممكن صحيح. جدا يكون فيتامين دي قلل، وده نتيجة للقعدة في الشمس والكلام ده كله. فانك حتى تقعدي تتنفسي بشكل صحيح، انك تتأملي باحساس كويس، انك تقللي احساسك بالتوتر والستريس والكلام ده كله. طبعا كل كلامك ده صح، واهم حاجه طبعا اللي هو الشعور بالرضا، لان ده اللي بيخليكي تستمتعي باي حاجه بتعمليها حتى لو كانت بسيطه. كمان من العادات الغريبه اللي قال عنها التقرير هي الضحك، او طبعا الضحك ده حاجه يعني مفرحه ومعديه في نفس الوقت، فبتدي شعور بالسعاده، اللي بيعتبر افضل دواء، لان الضحك كمان يعني دايما بيزود مشاعر الفرح والرفاهيه. كمان العمل الجماعي واسعاد الناس
بيساهم بشكل كبير جدا في الشعور بالسعاده، ان انت بتسعد شخص تاني، فده اكيد يعني كمان من عند ربنا، بتلاقي نفسك ان انت تلقائيا حسيت برضو بالشعور السعاده ده. وكمان سماع الموسيقى، ان انت تسمع موسيقى هاديه او تنام نوم مريح او وساعات كمان الكافيه من النوم، كل الحاجات دي بتخليك وبتساعدك اكتر ان انت تحس بالشعور بالسعاده. دلوقتي هنعرف تفاصيل اكتر عن الحاجات اللي ممكن تزود شعورنا بالسعاده من الدكتوره ناديه جمال، استشاري العلاقات الاسريه والارشاد النفسي. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد استاذه سلمى. صباح الورد استاذه دينا. صباح الورد. طبعا عايزين نعرف من حضرتك، لان كل انسان بيبحث ان هو يكون سعيد في يومه مع ضغوط الحياه، فعايزين نعرف من حضرتك حاجات بسيطه جدا وباقل التكاليف تقدر تساعد المشاهدين على الشعور بالسعاده. طيب خليني اقول لحضرتك، طبعا السعاده نسبيه من شخص لاخر، وكمان حضرتك قلت مقدمه جميله جدا فحابه اشكرك عليها، لكن حابه اضيف برضو نقط صغيره جدا. اتفضلي. ابدا يومي بالحاجات الحلوه اللي انا فيها، بالنعم اللي ربنا انعم عليا بيها، احس ان انا راضي عن نفسي، احب نفسي زي ما هي، اطمن نفسي ان اليوم معايا هيمشي كويس جدا ومش هيبقى فيه عندي اي مشاكل، واطمن نفسي كمان ان انا لو قابلت اي موقف سواء كان الموقف ده اكبر مني او اكبر من تفكيري هعرف اتعامل معاه وهعرف اتغلب عليه. امارس بقى جزء صغير قوي حتى لو دقايق في اول يومي، اي نشاط انا بحبه، حتى لو هنزل اتمشى شويه قبل ما اركب عربيتي عشان اروح شغلي، فده بالنسبه لي هيخليني في مود احسن. صحيح. وهي برضه هيديني جزء من النشاط وجزء من الطاقه. وجبه الفطار على فكره مهمه جدا، مش عشان تحسسني بسعاده وبس، لا عشان تحسسني كمان باتزان، لما انا اكون حاسه باتزان وما يبقاش عندي صداع او ما يبقاش عندي توتر او ما يبقاش حاسه ان انا في حاجه ناقصاني او ليا احتياج معين، فده هيظبط معايا يومي. صحيح. اتفاعل مع اي موقف وبدون احراج. حضرتك قلت جمله حلوه جدا، ان انا اضحك بصوت عالي لان الضحك معدي. البعض مننا بيحرم نفسه ان يضحك بصوت عالي لانه يخاف ان حد يبص له بصه مثلا كده، او حد او هو يبقى ملفت للنظر في ضحكته او في صوته. لا، اتعامل وبدون احراج، ولما اعرف افرح فافرح باي حاجه بتسعدني انا شخصيا بدون ما اكون حاطط اعتبارات لحاجات كتير قوي، بما اني ان انا ما باذيش حد فاعمل الحاجه اللي تفرحني والحاجه اللي انا بحبها. حلوة جدا كمان ان انا اسمع اي موسيقى في اليوم حتى برضو لو دقايق معدودة. صحيح، لها تأثير كبير طبعا. دي هتغير مودي تماما. طب دكتور ناديه، يعني خليني اقول لك كده، ان احنا كبني ادمين الحاجه اللي بتخلينا نكتئب شويه او الحاجات اللي حوالينا اللي بتخلينا نكتئب شويه، ان احنا ممكن نسيب نفسنا يخش لنا يعني مدخلات ومخرجات. فعلا على قد ما انا باخد من اللي حواليا او بكتسب طاقه حتى من العالم حواليا، بخرج بقى طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه. فانا كنت سمعت حد مره بيقول في حياتي عامه ما ينفعش اسيب اي شخص يدخل حياتي، اي احساس يدخل قلبي، اي جمله تدخل عقلي. فالثلاث حاجات دول بيخلي الواحد يبقى ستريس، بيفكر كتير، متوتر، مخنوق، متضايق، مش حاسس ان هو مبسوط. فانا عايزين نقول للناس كده بمنتهى البساطه، ازاي يتحكم في المدخلات اللي حواليه اللي تخليه يشعر بالسعاده او العكس يشعر بالاكتئاب. بما اننا ربنا خلقنا شخص اجتماعي واجتماعي جدا كمان، فانا معرضه في اليوم اني انا اسمع الحاجه الجانب السلبي من بعض الاشخاص وجانب كمان ايجابي. طب انا لو الجانب السلبي يخصني انا شخصيا في طبيعه شخصيتي او في سلوكي، ايه المشكله ان انا اقعد دقايق افكر اصلح من نفسي ازاي؟ لكن في نفس الوقت في الدقايق اللي بفكر فيها ده في الكلام اللي سمعته عني ممكن يكون الكلام انا مش مقتنع بيه، فبالتالي امسحه تماما واعمل له ديليت وكاني ما سمعتش. افلتر يعني اي حاجه جايه نفلترها قبل ما تاثر علينا. طب وتيجي كمان نضيف من نقطه تاني؟ يا ريت. حابه كمان ان احنا نفلتر كل معظم الاشخاص، لا من كل الاشخاص مش معظم الاشخاص، اللي هم بيدوني طاقه سلبيه وبس. بمعنى انت بتقعدي احيانا مع بعض الاشخاص ما بيتكلموش في اي حاجه خالص غير مشاكلهم. طبعا. لكن في اشخاص تانية هم انت من حقك تسمعيهم، لان هم بيقولوا لك الجانب الحلو والجانب الوحش في حياتهم. فالاشخاص السلبيه دي لا، ابعدي عنهم، لان هم ما بتبقاش طبيعه حياتهم كده، لا هم بيبقوا عايزين يوروكي الجانب السيء اللي في حياتهم وبس. والله يا دكتور هي مش بس عايزين يورونا الجانب السيء في حياتهم، ولكن في ناس الصبح فعلا هي دي طبيعتهم، احنا في طاقه سلبيه، انا مش ببقاش قادره استوعب الشخص اللي مش قادر يصحى الصبح يقول صباح الخير ويبتسم، فده في حد ذاته يعني يجيب اكتئاب لاي شخص. عشان كده قلت لك من البدايه لازم نتحكم فعلا في المدخلات اللي حوالينا، حتى طاقه الناس اللي حوالينا حقيقي بتاثر علينا. حقيقي. ولو ما صدقناش ده
حلو قوي. احنا نعدي بقى على الناس، الناس دول اللي هو انا متاكده ان انا لما اقول صباح الخير هم هيقفلوا لي اليوم، اعدي عليهم في اقل من ثواني. يبقى انا عملت الحاجه الحلوه ان انا قلت صباح الخير وابتسمت في وشهم، عملت اللي عليا. صحيح صحيح. انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناديه جمال استشاري الارشاد النفسي على الطاقه الايجابيه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده. قالت لك الدكتور ايه؟ اي حد هيديني طاقه سلبيه نعدي عليه نقول له صباح الخير. عارفه الجمله بتاعت اتفضل بس لا لو هو مش اتفضل هو بس من بعيد لبعيد كده انا عملت اللي عليا. بس لو حد من البيت برضو يعني ممكن انقله الطاقه الايجابيه. ف يعني المهم ان احنا نستحمل بعض ودايما نبحث عن السعاده. أيوة. ونفتكر النعم اللي موجوده عندنا اللي ربنا اداها لنا عشان دايما نشعر بالسعاده والرضا. ودلوقتي هننتقل لخبر تاني، هنروح لحكايه غريبه قوي وهي ان السلطات في كوريا الجنوبيه بتحقق في واقع انتحار ريبوت. ايوه زي ما بقول لكم كده ان هو انتحر. انا فرحانه قوي ان هو انتحر بصراحه، رمى نفسه من فوق السلم لانه ما قدرش يتحمل ساعات العمل الطويله. انا فرحانه عشان هو كان بيتحدى الانسان، وانا بالنسبه لي الانسان اقوى مخلوقات ربنا يعني طبعا مفيش حاجه هتقارنه. يعني تخيلي الروبوت ده يا دينا طورته شركه امريكيه وكان بيساعد سكان مدينه جامي في الاعمال الاداريه، وشهود العيان بيقولوا انهم شافوه قبل ما يرمي نفسه من على السلم بيلف حوالين نفسه. يعني الروبوت مش متزن، الروبوت لف حوالين نفسه تراهنوا على ثباتي انا ليه؟ يعني ده روبوت ما عندوش مشاعر ما عندوش احساس. الراجل ايه، الروبوت لف حوالين نفسه ورمى نفسه من فوق السلم عشان عدد ساعات العمل عليه كانت طويله. يعني كان بيشتغل من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 6، اعتقد احنا بنشتغل اكتر من كده. المهم تخيلين ان الروبوت ده ما قدرش يتحمل الشغل الكتير لفترات طويله، امال الانسان يعمل ايه؟ بس انا فرحانه ان هو انتحر بجد. انا بحاول انا اصل دي طاقه ايجابيه مستحيل يقارن دي طاقه سلبيه بقى. لا شفت لسه بعض المهن اللي ريبوت هيعملها هي طبعا بيتحدى الانسان، فده بالنسبه لي حاجه انا مش محفزاها يعني، لان هو في الاول في الاخر مش انسان يعني. فهو انتحر يعني ينتحر ما فيش مشكله يعني، لان قوه الانسان اقوى بكتير طبعا يعني. اهو ده كلام ايجابي يعني. هو الكلام ابتدى بطاقه سلبيه انك مبسوط ان هو انتحر، ولكن انتهى بحكمه وان الانسان اقوى بكتير. فانا بحييك يا دي وانا بحييك يا سلمى. فيا جماعه احنا اقوى من اي شيء، واحنا لازم ندي بعض طاقه ايجابيه. وزي ما دينا قالت كده ايه، مفيش روبوت نساعد بعض نسكت بعض هيهددنا في الحياه. ذوقي معايا اليوم. ايوه يعني بالظبط كده، عشان احنا وخلقنا الانسان في كبد. فدي سنه الحياه، هنعمل يعني نكتئب بقى ونعيط ولا نزق مع بعضينا ونسكت بعضينا؟ لا نزق مع بعض، لان ربنا بيدينا قوه التحمل دايما. صحيح. على اي ظروف بنعدي بيها، وده لازم يكون ايماننا قوي دايما. طب خلونا بقى نروح لاخر خبر معانا النهاردة، وهو النهاردة ذكرى رحيل واحد من عشاء الفن، الطبيب اللي ترك مهنته وعاش حياته منطلقا عاشقا للموسيقى والتمثيل. أصبح قاسم مشترك في مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام ومسلسلات الدرامية، فنان الكبير عزة أبو عوف. طبعا كانت بداية الفنان القدير الكبير عزة أبو عوف مع التمثيل في فيلم آيس كريم في جليم، ليكمل مشوار طويل في السينما امتد ل 150 فيلم، كان آخرها فيلم ظل الرئيس، وكلها في دور ابن الطبقة الأرستقراطية. ووصفوا الموسيقار عمر خيرت بصاحب القلب الجميل، ونعاه جميع الفنانات والفن واصفينه بالاحترام والوقار. والنهاردة في ذكرى رحيله أعدنا لحضراتكم تقرير عن مسيرته الفنية وأهم محطاتها، تعالوا نتابعه ومنه نروح لأول فقرتنا، انتظرونا. تحل علينا ذكرى رحيل جنتلمان الفن، واحد من أبرز النجوم الذين قدموا للسينما والدراما التلفزيونية في فيلم آيس كريم في جليم، وانطلق بعدها وشارك في العديد من الأفلام اللي تخطت. أهلا بكم مشاهدينا.
طبعا دلوقتي هنتناول موضوع مهم جدا وهو ترشيد استهلاك الكهرباء وازاي نقدر نقلل من قيمه الفواتير. والحقيقه من التفاصيل اللي بتشغل بال الناس كلها في الفتره الاخيره خاصه مع الصيف والحر الشديد اللي احنا بقينا فيه والتشغيل المستمر للتكييفات. علشان كده فقرتنا دلوقتي هتكون فيها تفاصيل مهمه حوالين فكره الترشيد والتحكم في فاتوره الكهرباء. خلونا نرحب في البدايه بضيفنا الدكتور سامح نعمان، استاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. حضرتك منورنا النهارده. وطبعا في البدايه عايزين نتكلم عن ترشيد استهلاك الكهرباء لان بقى موضوع مهم جدا، خصوصا ان احنا بقينا بنتاثر ان النور بقى بيقطع والكهرباء والقصه دي كلها. في بعض الناس طبعا ما عندهاش وعي يعني ايه ترشيد في الكهرباء وازاي ده هيقدر يوفر لنا كهرباء زياده، فعايزين حضرتك تنصح المشاهدين وتشرح لهم في البدايه ايه هو ترشيد الكهرباء. وحضرتك انا عندي الترشيد وعندي توفير والاثنين فيهم خلط يعني مش واضح، ولكن احنا هنشرح الاثنين. اتفضل. التوفير لو انا عندي غرفه وبركب وبشغل فيها لمبتين، انما لمبه واحده تكفي لاعمل فيها اي غرض، اذاكر اي حاجه، صحيح، يبقى انا هشغل واحده وما اشغلش الثانيه. ده توفير ولا ده توفير؟ توفير. انما ارشاد لو انا بفتح الثلاجه انا ما اقدرش اوفر الكهرباء اللي داخله للثلاجه، صحيح، يبقى ده مش توفير. انما ارشد بقى ارشاد ايه؟ ان انا افتح التلاجة اخد اللي انا عايزه واقفله على طول. ده بيأثر لو انا سبتها مفتوحه؟ طبعا، لانك انت حضرتك مش جوه دايره التبريد بتشتغل وبتحافظ على دايره على درجه معينه. لو درجه دي قلت او اتغيرت فبتدي الجهاز بيشتغل تاني علشان يرجع ويعوض الكلام ده. طب دي معلومه. فحضرتك لو انت بتفتحي التلاجة وتقعدي بقى تفكري هتاخدي ده ولا ده، وتب وتسيبي الباب التلاجة وتروحي تعملي حاجة وترجعي، هو ده كله بيستهلك طاقة. أنا ده إرشادي إن أنا أقفلها، إنما ما بوفرش. تمام؟ التوفير إن أنا من المنبع أقلل. طب ايه غير التلاجة كمان؟ كل حاجة بقى. يعني احنا التلاجة بالنسبة لنا مش قصة، ولكن عندنا قصة كبيرة جدا في الحر اللي احنا فيه ده وهو التكييفات. طبعا صح. يعني التكييف اكيد مفيش بيت بالليل التكييفات كلها مش شغالة، يعني ازاي نرشد الاستهلاك في مقاصد التكييفات؟ نفس فكرة التلاجة. درجة الحرارة كام؟ حضرتك بتظبطي التكييف على كام؟ المفروض 24-25. طب يبقى أفضل، صح؟ 24-25؟ بس ده أفضل. يعني 20-22؟ لا لا لا. فاصل واحد. لا ما فيهاش مفاصل. ده لسبب. في الحر ده. طبعا في الحر ده. أنا بقول لحضرتك 24-25، ارجعي للمكان اللي حضرتك قاعدة فيه. أوكي. في باب. هل في مسافة بين الباب والأرض؟ ساعات. أنت بتكيفي بره الباب. انت بتكيفي بره الاوضه اللي انت قاعده فيها. حضرتك قصدك ان الهواء السائع بيخرج طب يطلع بره، فانت بتضغطي على التكييف. فعشان كده ال 24 مش هتكفي. في شباك مفتوح، في شباك مسافه ما بين طرفه الشباك والارضيه بتاعتها، في مسافه. باب الدريسنج مفتوح. يعني لو هو مغلق تماما التلاجه بتحافظ على درجه حرارتها ليه؟ لان هي بتظبطيها على درجه حراره معينه بتفضل درجه الحراره ثابته عشان هي كلوز مقفوله تماما. انما حضرتك لو انت في مكان في غرفه وعايزه تشغلي التكييف على درجه 24-25 10 دقائق ربع ساعه هتلاقي المكان زي الفل لو ما فيش تسريب للهواء، لان تسريب الهواء ده انت حضرتك بتكيفي بره. صحيح. انت بتكيفي الاوضه عندك وبتكيفي بره، فلازم يبقى في اوفرلود على التكييف، ولازم يبقى في سحب كهرباء كتير. ولازم وكمان درجه ده انت حضرتك بتكيفي جوه الاوضه وبتاذي بره، لان درجه الحراره السخونه اللي طالعه من التكييف بترفع درجه الحراره بره المكان. يعني من الارشاد اللي هو احنا نغلق نوافذ لاي تكييف او اي غرفه احنا مشغلين فيها التكييف ونشغله على 24-25، ده هيفرق معانا وهيفرق معانا في الفاتوره برضو. طبعا، لان حضرتك بتكيفي الاوضه وبتكيفي بره، فبره عمره ما هيكيف. طب دكتور سامح، على قصه التكييفات، يعني في ناس كتيره بتقول ان التكييف الصحراوي ده تكييف بيوفر في الكهرباء اكتر وبيبرد بشكل كويس، فعايزين برضو ننهي القصه. التكييف الصحراوي بيحول المياه الى بخار مياه. لان حضرتك بتحطي قدامه فلاتر ورق وبعدين بتعدي مياه. والمياه بتعدي عليها مروحه من قدام وبيبتدي يبخر المياه. طب ده استهلاكه للكهرباء قد ايه؟ ده استهلاك، واستهلاك الرطوبه بيرفع درجه الرطوبه مش بيعمل تكييف. يعني في الاثنين اسوأ؟ اسوأ طبعا. ده بيجبروا عليه في الصحراء فقط، لان الصحراء ما عندوش الامكانيات ان هو يستخدم التكييف العادي. تمام؟
أوكي. انما هو التكييف طالما بيحط ميه والميه وراها هواء والهواء بيطلع يعمل بخار ميه فانت امال احنا جايبين منين قصه ان التكييف الصحراوي ده يعني استهلاكه اقل وافضل؟ في ناس كتير بتقول كده على اساس انه مروحه قدامه. حضرتك في البيت انت ممكن تعملي تكييف الصحراوي. المروحه لو اتحط قدامها اي قماش اي فوطه مبلوله ميه هتعدي عليها الهواء هيطلع بخار ميه هيبقى أوكي. نفس الصحراوي بس الصحراوي عشان ورق وفلاتر ميه وفي سيركيوليشن او دوران للميه بتنزل بالتنقيط على الفلاتر دي على على الورق ده ووراها المروحه. المروحه بتزق الميه تطلع بخار. اوكي بس هي مشكلة. دي فكرته مش انما عمد. هو في تكييف اتعمل سنه عملته 2013 14 لا يستخدم فريون ولا بيستخدم كهرباء. حضرتك اللي عملته؟ في الجامعه. اوكي. لا بيستخدم فريون ولا بيستخدم كهرباء وبيشتغل بالطاقه الشمسيه بالحاجه اسمها سيليكا جيل. سيليكا جيل ده حضرتك لما الواحد بيشتري شنطه مثلا بيلاقي فيها كيس كده وفي حبوب. اوكي. الحبوب دي هي سيليكا جيل. سيليكا جيل دي ده جهاز بيعمل اللي هي بتحافظ على المنتج اللي بتحافظ على الصغير لانه بتمتص بخار الميه اللي موجوده في المكان. احنا استخدمناه وده جهاز موجود. ده بيشتغل مع الميه السخنه اللي بتيجي من الطاقه الشمسيه وبيحصلها سيركوليشن في قلب الجهاز مع سيليكا جيل ومراوح بتطلع تكييف وصلناه لحد 17 درجه مئويه. فده موجود. ادي حاجه. حضرتك الحاجه الثانيه لو بصينا على الثلاجات الكبيره اللي موجوده كلها مقفوله تماما وبتحافظ على درجه الحراره نستخدم التكييف في مكان مقفول كويس هتبقى 24 25 بعدها هنقفل التكييف لانه طيب. الدرجه هتبقى محفوظه على 24. طيب هننتقل برضو لنقطه تانية مهمه جدا وهي خاصه بالاضاءه. ازاي بقى نوفر استهلاك الاضاءه وازاي نقدر نختار اللمبات المناسبه؟ ده سؤال الموفره طبعا عشان طبعا في بعض الناس بتجيب اي اضاءات فتبقى ما عندهاش وعي. السؤال ده قوي جدا. فياريت حضرتك شوف حضرتك احنا عندنا دلوقتي بنستخدم اللمبات الليد. اللمبات الليد عشان اشتريها وانا بشتريها لازم اعرف مواصفاتها. في حاجة اسمها الباور فاكتور بتاعها ما يقلش عن 9 من 10. لأن أول ما ظهرت اللمبات الليد في جمهورية مصر العربية كانوا بيستوردوا لمبات ليد من الصين بمبالغ زهيدة لا تذكر وكانت بتتباع بمبالغ عالية وكان الباور فاكتور بتاعها 4 من 10. 4 من 10 ده دمار للشبكة اللي بتنفذ اللي بتديني الكهرباء وللبيت نفسه. الكفاءة بتاعتها قليلة او الباور فاكتور بتاعه قليل فبيحمل على الشبكه الرئيسيه. يعني انا بوفر عندي في البيت بس بضيع الشبكه اللي بتديني. والناس تيجي تقول لك الفاتوره غاليه وكده مش غالية. عارفين من ايه. فهو ده حضرتك ما فيش لمبه ليد حد يشتريها الا لما يدور على الباور فاكتور ده ما يقلش عن 9 من 10. ما يقلش عن 9 من 10. ده بالنسبه لي موفر. والمعلومه دي بتبقى معروفه يا دكتور. لازم تكون مكتوبه. يعني الاشخاص اللي بيبيعوا لنا البرودكت او المنتج اللي هو اللمبه يبقوا عارفين على العلبه لازم يكون مكتوب ده الف ب بتاع. كويس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك ان انا لما اشتريها انا بشتري ما يناسب عندي لان دي بتوفر ايه؟ ال 12 وات بتشتغل مكان ال 100 وات. مكان كبير يعني؟ طبعا لان لو انا بشتغل لمبه بحط لمبه في اوضه ب 100 وات انا بحط مكانها حوالي 12 وات بتؤدي الغرض. فبالتالي لازم يكون زي ما قلت لحضرتك اول حاجه الباور فاكتور. اتاكد كمان الصناعه بتاعت الدايود اللي هي الجو اللي بتعمل الدايود ده في منها 3 انواع. في نوع الاضاءه بتاعته بتبقى ضعيفه وبيتكتب عليها 12 وات ما بيؤديش الغرض. فلازم يكون موجود مع الباور فاكتور ان الدايود درجه اذا كانت A ولا B ولا C يعني درجه اولى او ثانيه او ثالثه. ليه؟ لان لو درجه اولى هيديني الكفاءه اللي انا عايزها 12 وات. لو درجه بي بيبقى اديني مش فبدل ما احتاج مثلا لمبه احط 2. دي معلومات انا اول مره اسمعها على فكره. بالظبط. او احط 3 بناء على ايه؟ هستهلك كهرباء اكتر على طريق مع ان كان ممكن تبقى واحده بس بدل 3 اضعاف. مظبوط. طب من الاضاءه بقى لحاجه مهمه جدا جدا وهي الاجهزه الكهربائيه. الناس كلها مثلا فيشه الكيتل، فيشه المايكروويف، في فيشه كبيره في البيت. استاذنها قبل ما ادخل على دي هكمل الاضاءه. طبعا اللي عنده فيلا وبينور بالليل بالاضاءه العاديه الاوت دور ده ممكن يجيب الكشاف اللي بيشتغل على الطاقه الشمسيه ببطاريه صغيره. دي فكره حلوه جدا. بيشحن طول النهار وبالليل هو بيشغل اوتوماتيك فما باخدش حاجه من الكهرباء، ما بحملش كهرباء خالص، حط زي ما انا عايز. أوكي. يعني كل ما هو اوت دور كل ما هو خارج المنزل البيت بجيب الكشاف ده والكشاف ده موجود بطاقه شمسيه
وبيشحن ببطارية صغيرة وطول النهار وبالليل يبتدي يعني ابتدت الكونسيبت بتاع الطاقة الشمسية ده ابتدى ينتشر دلوقتي وتلاقي فوق البيوت الناس ابتدت تجيب القصص بتاعة الطاقة الشمسية، فأنا أتمنى إن احنا نشوفه بشكل كبير. دي حاجة. حاجة تانية حضرتك، كمان في الممرات وفي في الأدوار العليا في سنسورز، بمعنى إيه؟ أو الطرق الصحراوية أو الطرق عموما بشتغل الكشاف بطريقتين، بيشتغل على ضوئين، على تو ليفل يعني. ليفل الاولاني اللي هو الاضاءه العاديه، لو واحد ماشي شايف قدامه ما عندوش مشكله. طيب لو واحد بقى بيعدي من نقطه لنقطه، اول ما بيعدي السنسور بيحس بيه يبتدي ينور له، يدي له نور كافي لحد ما بيعدي المكان ويرجع تاني. دي الحاجات اللي موجوده في الباركينجز دلوقتي، في الحتت دي اللي هي استخدامها بيبقى حد المفروض في الطرق السريعه، يعني الطريق السريع يبقى فيه اضاءه خافته بسنسور وبعد كده اول عربيه جايه، اول ما بيحس بالعربيه بينور له الشارع لحد ما بيعدي، يفضل ينور كل ما ماشي بسنسور بعديه وبعديه وبعديه، فبينور الطريق. يبقى انا ما بستخدمش الاضاءه كامله لاضاءه الطريق الا في اماكن، ودي بتستخدم في المنتجعات وفي القرى السياحيه وفي الفنادق في الكوريدورز وما شابه ذلك. فدي بالنسبه صحيح طبعا. انما بقى بالنسبه للبيت لما بستخدم مايكروويف وبستخدم بالليل، بصوا احنا انا قلتها 100 مره، لو انا خارج من البيت انزل الفيشه بتاعت الشقه كلها الا مكان الثلاجات، مكان المطبخ فقط، اللي هي الاجهزه الاساسيه يعني، اللي هو زي الثلاجه بس، خصوصا الثلاجه بس. طيب في طبعا حاجه دلوقتي برضو بما ان احنا في الحر جدا، وتطوير طبعا للمراوح، في المبرد والتكييف الصحراوي، عايزين نعرف نتكلم فيها، يعني استهلاكها للكهرباء بيكون ازاي، وازاي نقدر نتعامل معاه ونستخدمها. يعني استهلاك الكهرباء، انت حضرتك المروحه اللي محطوطه ورا التكييف الصحراوي هو ده اللي بيستهلك الكهرباء. الايه؟ هو ده اللي بيستهلك الكهرباء. حضرتك عايزه تعملي مكان كبير بالتكييف الصحراوي، فبالتالي بتحطي مروحه لها طاقه عاليه او استهلاك عالي، فبالتالي هو ده الاستهلاك الكبير. يختلف عن التكييف، التكييف بيشتغل شويه لحد ما بيظبط درجه الحراره وبعدين بيفصل. يعني ده مكلف اكتر، بيستهلك كهرباء طبعا أكثر. لان ده شغال على طول، ده ما عندوش كنترول ان هو لما الاوضه بتبقى فيها نسبه رطوبه معينه يقف، لا هو طالما في ميه نازله والكهرباء شغاله هو شغال. انما التكييف بيوصل لدرجه حراره معينه وبيفصل، درجه الحراره بتقل او بتزيد يعني، يبتدي هو يشتغل تاني يعني عشان التكييف اوفر طبعا. طب بما اننا بنقارن يا دكتور، ايه اكتر جهاز بنستخدمه في البيت هو الاكتر سحبا للكهرباء؟ يعني ايه اكتر جهاز لازم ناخد بالنا منه ده في الكهرباء جبار؟ اي جهاز بتستخدميه بدون كنترول، بدون ترتيب صح، ده كده كده هستهلك زياده أسألك. ولكن انا قصدي فيه اجهزه بتحتاج جهد كبير من الكهرباء. الغساله، ايوه، الميكرويف بيستهلكه، بالذات الغساله بقى لما ايه، احط حاجه صغيره واروح شغالها، لا المفروض يبقى ليها كنترول، او احط الحاجه في الغساله وتبقى محتاجه انها تشتغل على 40 درجه مئويه، لا انا اروح حاططها على 100 او حاططها على 90، لا هو في طالما في داتا موجوده على الغساله لازم التزم بيها، والحجم لازم يبقى على الحجم، ما احطش حاجه صغيره، لازم يبقى الفول بتاعها. يقال ان الكاتل كمان كده او غلايه المايه انها الكاتل في نوعين حضرتك، الكاتل العادي اللي هو مش باين السلك اللي جواه، ده كاتل ده الى حد ما امن، وطبعا بيستهلك كهرباء يعني حضرتك ممكن طبعا بيستهلك، لان هو 1 كيلو او 2 كيلو او كيلو ونص وات، فهو لما بيشتغل الساعه بيستهلك كده. والسخان اللي هو الفرن اللي بيشتغل بالسخان نفس الكلام، بيستهلك كهرباء كبيره جدا. المايكروويف بيستهلك كهرباء كبيره. طب انا عايزه سؤال بس مهم جدا سريعا بس عشان وقت الفقره. في حاجه ساعات بنحط المشترك في مجموعه فيش وبيبقى منور، بس احنا طافيين التي في، بس في الفيشه شغاله، اسحب الفيشه افضل لاما اطفي الكوبس صح؟ حضرتك طالما ما بتستخدم بالليل مفروض قفل كل مش هتستخدميه، يعني سحب الفيشه ده ضروري جدا لازم. حتى الشاحن اللي بنبقى سايبينه اي حاجه حضرتك في الكهرباء فهي بتسحب. خد يعني بالك لو الجهاز مطفي ولكن الفيشه في الكهرباء هو برضه بيستهلك كهرباء. قفلت التلفزيون ودخلنا ننام او نعمل اي حاجه تانية أطفي. بيسحب كهرباء نشد الفيشه لازم، لان شوف حضرتك هو بيسحب كميه صغيره جدا بس احنا كام تلفزيون في البلد صحيح، فكل ده هيفرق معانا في رقم طبعا، لان احنا كل 150 كيلو واط بيديني وحده حراريه من الغاز، الوحده الحراريه ديت مشكله، هي دي سبب حرب اوكرانيا وروسيا. فاي جهاز مش شغال لازم نشد الفيشه، لازم اولا الامان، بترفعي الكفاءه بتاعه الجهاز بتاعك، اللايف تايم بتاعه بيزيد،
الاستهلاك بتاعك بيقل. هو دي نقطه مهمه جدا. بيقل ايه؟ بيقل حاجه صغيره ولكن مع المدى الطويل بيبقى لود عليه. صحيح. طبعا لما بيكون لود على واحد او على اسره، لما بنجمع بقى الدوله كلها بتفرق كميه طبعاً كبيره جدا، بتوفر قدامنا غاز. صحيح. ودي كانت المشكله الرئيسيه في استهلاك الطاقه. يعني اتمنى الفتره الجايه ما يبقاش في مشاكل، وانا مضطره اسفه ان انا اشد الفيشه دلوقتي ونخرج لفاصل. فانا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، وصباحك صباح الورد. كان منورنا النهارده دكتور سامح نعمان، الاستاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه. صباح الورد عليك. صباح الخير ساده المشاهدين. هنشد الفيشه ونخرج لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من أهم الملحنين في مصر والعالم العربي، وهو واحد من أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، اللي قدم عشرات الألحان الناجحة لمشاهير المطربين العرب، الملحن محمد الموجي. ولد محمد أمين محمد الموجي يوم 4 مارس 1923 في مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة 1944. كان والده أمين الموجي بيتقن العزف على العود والكمان، وهو اللي شجع الابن على تعلم الموسيقى حتى أجاد العزف على العود وهو في 8 من عمره، لكنه أكمل دراسته حتى تم توظيفه إلى أن أصبح عازفاً للعود ومطرباً في فرقة صفية حلمي ثم فرقة بديعة مصابني. تقدم الموجي في 1951 لامتحان الإذاعة لاعتماده مطرباً، لكن اللجنة رفضت واعتمدته ملحن، وأصبح اسمه المعتمد محمد الموجي. أنا قلبي إليك ميال ومفيش غيرك عالبال. التقى الموجي سنة 1951 بالمطرب عبد الحليم حافظ، وكانت دي البداية الفنية ليهم هما الاتنين. قدم له الموجي أغنية النيل يا حلو يسمر، ولأنها شكل جديد في الغناء فرفضتها لجنة الاعتماد في الإذاعة، ولما تغير أعضاء اللجنة تمت الموافقة على اللحن. بعدها قدموا أغنية صفيني مرة، واستمرت رحلة الموجي وعبد الحليم حافظ حتى وفاة الأخير سنة 1977. قدموا مع بعض 54 أغنية ما بين عاطفية ووطنية ودينية، منها مالك ومالي، اسبقني يا قلبي، أحبك، ليه تشغل بالك، حبك نار، قارئة الفنجان، وهي آخر ما غناه عبد الحليم قبل وفاته. التقى الموجي كذلك مع الفنانة أم كلثوم في عدد من الأغاني، أشهرها للصبر حدود، وسأل روحك، حانت الأقدار، والرضا والنور، ويا صوت بلدنا، ويا سلام على الأمة. لحن الموجي أغاني كتيرة للفنانة فايزة أحمد وللفنانة وردة وعزيزة جلال وميادة الحناوي ونجاة الصغيرة وطلال مداح وماهر العطار وعلي الحجار وسميرة سعيد وصباح وهاني شاكر. وتوفي الموسيقار محمد الموجي يوم 1 يوليو سنة 1995. بعيدة 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 زي ما شفنا في التقرير، النهارده بتمر ذكرى وفاة واحد من اهم واشهر الموسيقيين، مش بس في مصر لا كمان في الوطن العربي كله، الموسيقار الكبير محمد الموجي، اللي قدم لنا مجموعه ضخمه جدا من اهم الالحان في تاريخ الغناء المصري لكبار الفنانين المصريين والعرب كمان. عشان كده حابين النهارده نتكلم اكتر عن اهم الحانه، وايه السر الغريب اللي مخليها لسه موجودة في دماغنا لحد النهاردة وعايشة معانا لحد النهاردة. عشان كده خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الباحث الفني والموسيقي الأستاذ محمد دياب. صباح الورد عليك. صباح النور يا فندم. محمد أمين محمد الموجي رمز من رموز الموسيقى العربية بشكل عام، يعني الرجل ده ليه تأثير واضح جدا في تغيير شكل الموسيقى في العالم العربي كله، فاحنا عايزين نتكلم عن الحتة دي بالتفصيل. نعم، الموسيقار الكبير محمد الموجي أحد
مجموعة موسيقيين ظهروا في النصف الثاني من القرن العشرين تحديدا بداية الخمسينات، شكلوا تيار فني هو مع الأستاذ محمد، آسف، الأستاذ كمال الطويل، الأستاذ محمد الموجي، الأستاذ كمال الطويل، مع عبد الحليم حافظ، ولحق بيهم بعد كده بليغ حمدي بس تأخر عنهم 6 سنين تقريبا، هم كانوا قبله وبدأوا. كمال الطويل مع عبد الحليم درسوا في المعهد العالي للموسيقى المسرحية سنة 46، تخرجوا سنة 49، دخلوا الإذاعة سنة 50. كان معهم علي إسماعيل نفس الدفعة، فايدة كامل، أحمد فؤاد حسن. فالمجموعة دي شكلت تيار فني نقدر نقول كده، يعني علي إسماعيل كمؤلف موسيقي وموزع كمان، هو اللي وزع لعبد الحليم بعد كده، والطويل والموجي وعبد الحليم عملوا التيار الفني ده اللي هو كمل يعني من أكبر الأسماء. نعم، طبع الفترة دي يعني لدرجة أنه عبد الوهاب وأم كلثوم عرفوا أن دول بقوا ظاهرة، يعني الموجي والطويل بقوا ظاهرة من خلال صوت عبد الحليم. وأم كلثوم طلبت الأستاذ الموجي الأستاذ الطويل اللي حنوا لها سنة 56 أغاني وطنية وبعدين أغاني دينية في رابعة العدوية بعد نجاحهم مع عبد الحليم حافظ، بعد ما خلقوا التيار الفني ده النمط ده. طيب كنا برضو عايزين نعرف من حضرتك إيه اللي كان بيميز الموسيقار القدير طبعا الموجي عن غيره من الموسيقيين اللي كانوا في جيله؟ نعم، هو الأستاذ الموجي طبعا يعني الجيل اللي ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين استفاد طبعا من التجربة، يعني النهضة اللي حصلت في عشرينات القرن العشرين مع الأساتذة الكبار اللي طوروا الموسيقى العربية وخلقوا الموسيقى أو النمط الموسيقي بتاع القرن العشرين. طبعا على رأسهم الشيخ سيد درويش، الأستاذ محمد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الأستاذ محمد الأصابجي، الشيخ زكريا أحمد، رياض السنباطي. هم استفادوا من التجربة دي وكملوا عليها، يعني هم استفادوا من كل التطوير الأحداثات المجموعة دي في كل أنماط الموسيقى من الدور والتقطوع أو الموشح والموال إلى آخره يعني، وكملوا هم عليهم. يعني الأساتذة اللي ظهروا يعني احنا قلنا الأستاذ الموجي والأستاذ الطويل والأستاذ بليغ حمدي، وفي بداية الستينات بقى أضيف ليهم الشيخ سيد بكاوي والموسيقار حلمي بكر والموسيقار محمد بس ما كانش في حاجه بتميز الاستاذ الموجي عن باقي اكيد الموسيقى. طبعا اكيد يعني في خصوصيه، يعني ايه مثلا اهم الحاجات اللي بتميزه عن غيره مثلا؟ يعني موسيقى فيها يعني شجن، فيها هو متاثر اكتر، يعني في بدايته طبعا تاثره كان الاكبر بالاستاذ محمد عبد الوهاب، بعدين بعد كده بقى تأثير بقى في تأثيرات من الأصابجي واستقر على الصنباطي، يعني بقى في روح من الصنباطي أكتر. أنا مش عارفة المواضيع دي بتبقى إيه الصراحة، بس بتبقى هل هي طاقة ولا كيمستري، أنا مش عارف يعني مش لاقي لها وصف. في حاجات كده ما نسرح في التفسير ما نلاقيش، يعني حتى المطربين اللي موجودين في عصرنا دلوقتي تلاقي دايما مطرب وملحن وموزع ومؤلف هم مع بعض في كيمستري. يعني مثلا زي عمرو دياب وعمرو مصطفى زمان في كيمستري، الاغاني بتاعتهم لحد النهارده، الالبومز القديمه بتاعت عمرو دياب لحد النهارده اللي كانت من تلحين عمرو مصطفى في بينهم كيمستري غريبه. يمكن عمرو مصطفى ما لحنش لنفسه اغاني حلوه كده زي اللي لحنها لعمرو دياب. طيب نرجع بقى للزمن القديم تاني، اغنيه زي صافيني مره مثلا، كان في كيمستري غريبه جدا 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 من عبد الحليم والموجي، يعني كان بيتقال عليهم ان هم توأم. فايه القصه الاغنيه دي بالذات صافيني مره كسرت الدنيا، فايه سبب النجاح المبهر ده بالذات وبالاخص في صافيني مار؟ نعم، هو نقول زي التقى صوت عبد الحليم بمحمد الموجي او العكس يعني. سنه 51 كان استاذ الموجي قاعد على قهوه في امبابه ومعاه الشاعر سمير محبوب، فسمعوا اللي هو كاتب صافيني مار، سمعوا صوت عبد الحليم الراديو بيغني قصيده لقاء الحان الاستاذ كمال الطويل، فلفت الصوت انتباه الموجي. الصوت ده اللي هيبقى الصوت بتاع الموجي، يعني ده الصوت اللي بيوصل ألحان الموجي للناس. يعني الأستاذ موجي لما توفى عبد الحليم قال أنا ألحاني تتمت بعد رحيل عبد الحليم. فرجع الإذاعة، دخل الأستاذ محمد حسن شجاع مستشار الإذاعة للموسيقى والغناء وقال له أنا عايز الصوت اللي كان بيغني لقاء، لازم أنا عايز أحله، أعرفه. كان لسه بقى مش عبد الحليم. وما كانش صافيني مرة زي ما هو سائد أو اللحن أو ولا حتى يعتبر سائل بين شطين زي ما الأستاذ الموجي بيقول، لأنه هو بينسى يعني. طبعا يعني أحداث كتير مرت وسنين من كتيرة مرت. أول حاجة يغنيها عبد الحليم للموجي هي قصيدة اسمها غني يا بلبل. والقصيدة دي بقى مين الشاعر اللي ألفها؟ مين؟ نادرة أمين، شقيقة الموسيقار محمد الموجي. يا خبر أبيض. نعم.
لا. دي معلومة يعني دي هو الحقيقة بينتمي لآلة فنية يعني شققته شاعرة ولا حلها أكتر من قصيدة. وأخوه طبعا الموسيقار إبراهيم رأفت وولاد عمه الملحن حلمي أمين والشاعر عبد السلام أمين. عائلة فنية جدا. لما التقى الأستاذ الموجي عبد الحليم يعني أول حاجة لحله أكتر من حاجة بعد غنية بلبل، بس أول غنوة كانت تنجح شوية يتب رسائل بين شطين يا حلو يا أسمر، دي اللي نجحت وبعديها صفيني مرة. دي أول أغنية نجحت ليهم مع بعض. يا حلو يا أسمر دي أول حاجة يعني تلفت نظر الناس. طب برضو صفيني مرة إيه سر النجاح؟ جمال اللحن بتاعها طبعا أكيد. أنا عايز أقولك يعني أنت بتسأليني في الفصل في سر نقدر نقوله. يعني مثلا مجموعة الألحان اللي نجح بها عبد الحليم الموجي. أيوة. في بداياته مثلا زي يا موعدني بكرة وبتقولي بكرة قلبك هيعطف وصفيني مرة وملك ومالي يعني وظالم وظالم طبعا أنجح الأغاني ليهم وظالم وكلها للشاعر سمير محبوب. الألحان الجميلة البديعة دي اللي فيها طرب يعني كلها الشاعر سمير والموجي وعبد الحليم كنت لسه بقول لك قبل ما نتكلم دلوقتي انه دايما بيكون في جروب كده هم فيهم كيمستري مع بعض، يعني الأغاني اللي نجحت كلها ليهم هم الثلاثة مع بعض. نعم. الأغاني دي جميلة دي لما نسمعها النهاردة نقول معقول عبد الحليم بيغني بطريقة تطريبية زي كده يعني مليانة بالطرب يعني والعرب والتصريفات وحاجات جميلة يعني ونتمنى أن كان عبد الحليم يكمل في الخط ده، بس هو غير نمط أداؤه بعدين في نهاية الخمسينات. نرجع للمجموعة دي، الأغاني دي ما كانتش بتاعت عبد الحليم حافظ، كان الأستاذ الموجي عاملها لمغنية كانت بتغني في صالة البوسفور في ميدان محطة مصر. وكان استأجرها الأستاذ الموجي وهو كان معجب جدا بصوتها، اسمها زينب عبده. الأغاني دي معمولة لزينب عبده، كانت بتغنيها زينب عبده وعرضها عبد الحليم، ومع علم عبد الحليم بأنها اتغنت قبله وافق يسجلها ونجح جدا بها عبد الحليم حافظ. دي معلومة جديدة برضو. نعم. طيب لو هنتكلم كمان عن التعاون اللي تم بين الأستاذ الموجي وطبعا الفنانة المبدعة المطربة الجميلة أم كلثوم، برضو قدموا طبعا أغاني رائعة جدا، من بينهم طبعا وأشهرهم هو للصبر حدود واسأل روحك. عايزين حضرتك تكلمنا عن التعاون والأغاني الرائعة دي. نعم. اللي تمت ما بينهم. هي اختاريته بعد ما سمعته في غنوة كانت لفايدة كامل أعتقد غير الأغاني اللي نجح بيها مع عبد الحليم، وطبعا صباح ونجاة الصغيرة يعني كان الحان انتشرت على كل الأصوات اللي موجودة يعني. فطلبته من الأستاذ الشجاعي، قالت له أنا عايزة الموجي عشان كان في قصيدة مفروض هتغني احتفالا بجلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر في سنة 56 عيد الجلاء أو العيد يعني، وكان في قصيدة بلحنها الأستاذ الأصابجي ليها بالمناسبة دي، بس الأستاذ الأصابجي مرض وما قدرش يكملها. فاختارت نص تاني وأسندته للأستاذ الموجي لحاله إعجابا بيها وتقديرا وده كان أول تعاون في نفس السنة يعني، وكأن الأستاذ الموجي اتفتحت له طاقة القدر يعني في السنة دي لحلها أكتر من لحن بقى يعني. حصل العدوان الثلاثي قصيدة جلاء يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، دي قصيدة الجلاء اللي غنيتها أول واحدة. بعدين في حصل العدوان الثلاثي في نفس السنة فعمل لها أغنية محلاك يا مصر وانت على الدفة لصلاح جاهين. لما المرشدين المصريين هم اللي قادوا السفن تعدي من القناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب، وعمل لها بعدين طلبته بقى في رابعة العدوية بعديها على طول، هو الأستاذ الطويل كمال الطويل. كمال الطويل طبعا لحنها في العدوان والله زمان يا سلاحي. الأستاذ الموجي عايز أقول إن في عدوان الثلاثي برضو ما أقدرش أعديها من غير ما أقول إنه قدم من أعظم الأناشيد الوطنية يا أغلى اسم في الوجود طبعاً للفنان نجاح سالم في العدوان الثلاثي، ونشيد من أهم الأناشيد طبعا إلى المعركة كلنا جميعا إلى المعركة اللي غناها إبراهيم حمودة، وأعمال أخرى كتيرة يعني مهمة يعني ليها بصمة طبعا. نعم. طلبتهم في رابعة العدوية الأستاذ الموجي لحن قصيدتين الحقيقة يعني كان هو على قدم وساق قدام الأستاذ رياض السنباطي يعني، حالة الأقدار وأوقد الشموس من أجمل الألحان اللي كانت في برنامج أوبريت رابعة العدوية الأوبريت الإذاعي. بعد كده عمل لها بالسلام إحنا بدينا ويا سلام على الأمة والأغنية اللي اتعملت للإذاعة المصرية يا صوت بلدنا احتفالا بالإذاعة المصرية عيد الإذاعة. وطبعا طلبته بقى يعمل لها الأغنية التطريبية الطويلة المسرحية بقى بعد ما يعني عمل لها حاجات كتير يعني، وكانت أغنية الصبر حدود اللي هو تعب فيها جدا جدا الحقيقة،
وانا شفت له لقاء تلفزيوني بيقول انه ما كانش راضي عن اللحن برغم جماله، لانه ام كلثوم ارهقته جدا في خلال العمل في اللحن، كانت بتطلب تعديلات وتغييرات، يجيبوا مقطع قبل مقطع او لازمه موسيقيه قبل الثانيه. فهو بيقول لدرجه ان انا هو دلوقتي هيلحن لام كلثوم اغنيه تطربيه طويله لاول مره، وهي ليها النمط بتاعها بس ده كان معروف عن ام كلثوم في قصه الالحان وكده، كانت دايما ليها تفاصيل وليها ثغرات كده يعني، دايما بتطلب تعديلات والكلام ده كله. طب من ضمن الاسماء الكبيره جدا اللي نجح معاهم برضو الموجي نجاح باهر وساحق ورده طبعا، فعايزين نتكلم على علاقه الموجي بالفنانه القديره ورده. وردة لما جت مصر لأول مرة سنة 60 عمل لها يا قلبي عصفور، وعمل لها كمان غنوة جميلة اسمها والنبي منساه، دي ناس ما تفتكرهاش قوي يعني. وحتى اللحن ده كمان غنيته فايزة أحمد، نفس اللحن في نفس وقتها، نفس اللحن. نعم. وكان في تعاون برضو مع الفنانة شادية. لا احنا لسه ما كملناش وردة. لما رجعت وردة 72 عمل لها أغاني مسلسل، أول حاجة أغاني مسلسل دندش، مسلسل إذاعي غنت فيها دلالي عليه وكذا أغنية. وبعدين عمل لها أغنية مستحيل طبعا في فيلم صوت الحب، ودي أغنية عظيمة الحقيقة يعني، منسية برضو. في فيلم حكايتي مع الزمان عمل لها أغنية الموشح يا عيوني ليه تداري، وعمل لها حاجة تانية كمان أفتكر رايحة عن بالي. بعدين لما انفصلت عن بليغ عمل لها يا دلالي عليه وزي كل الناس يا قلبي، وبعدين عمل لها قضية حب، أول قضية حب في دنيا الهام، دي أغنية جميلة كانت في فيلم، وبعدين غنتها على المسرح، وبعدين أكدب عليك. يعني أكدب عليك أكيد طبعاً من أنجح، طبعاً يعني ناجحة جداً يعني. كان عندك سؤال؟ اوكي. في كان في طبعا في تعاون ليه مع الفنانه طبعا شاديه، وكمان الفنان محرم فؤاد ونجاه الصغير كمان. نعم. فعايزين نبذات سريعه كده. طيب بالنسبه للفنانه شاديه نبدا بصباح مثلا. اتفضل. لحظه بس عشان ما انساش. اوكي. شاديه طبعا عمل لها كتير في السينما، يا شباكنا ستاير وحرير، يا قلبي سيبك، انا مخصماك ومش عايزك تكلمني، دي اغنيه اذاعيه، اقول له ولا لا، انت اول حب ليا، طبعا اغنيه امانه عليك، امانه يا مسافر بورسعيد، هدي على الديوان الثلاثي برضه. أيوة دي حاجه عظيمه جدا. غاب القمر يا ابن عمي، جل الوداع، بوسط القمر، احلف ما كلمته، دي اغنيه طويله تطربيه عملها في منتصف السبعينات. وفي طبعا على شط النيل تحلى المواويل، يعني كلها اغاني رائعه بصراحه. نعم. طب محمد الموجي يعني كان نفسه يغني، وهو الحقيقه مش هقول عليه مؤدي، لا هو صوته حلو وشفناه كتير على المسرح وهو بيغني وبيعزف وبيلحن، يعني فنان شامل الحقيقه. ايه اللي خده من قصه الغنى دي وخلاه يركز بس في قصه التلحين؟ هو دخل الاذاعه عشان يعتمدوه كمطرب. ما حصلش. اعتمدوه كملحن. قالوا الشجاع قال له لا انت تنفع ملحن اكتر. وهو كمان اعترف قال انا لا اصلح مطرب، لان انا بسهر طول الليل وبدخن سجاير كتير، والسهر وتدخين السجاير بيقضوا على صوت اي مطرب. فانا ما ينفعش مطرب. هو لقى صوته في صوت عبد الحليم. يعني هو الصوت بتاع الموجي هو صوت عبد الحليم. يعني هو يعني بنفسه هو كان داخل عشان يبقى مطرب، ولكن اعترف انه اعترف انه هو الصوت البديل لصوته هو صوت عبد الحليم، لما يحب يعبر عن نفسه هو ده الصوت اللي بيعبر عنه، صوت عبد الحليم حافظ. سبحان الله، ونجح جدا جدا. عشان كده كان في نجاح مميز جدا جدا جدا, جداً. يعني طبعا يعني عمل له الحان عظيمه كتير، جبار مثلا، الليالي، احبك، اغاني كتير جدا يعني، المسؤوليه، صحيح، بستان الاشتراكيه، الفوازير، اسف، طبعا الفوزير. رائعه. نعم. جدا. احنا طبعا احضان الحبايب طبعا 72 عمل له يا مالكا قلبي الموشح، وهو بالمناسبه الوحيد اللي خلى عبد الحليم يغنى موشح، يعني غنى الاغنيه اللي قلناها في الستينات. صحيح، هو من انجح ويا مالكا قلبي يعني، ورساله من تحت الماء، وطبعا دول من انجح قراءه الفنجان اللي شفناها. محتاجين حقيقي حلقات وحلقات كتير عشان نتكلم عن اعماله. حضرتك كنت منورنا النهارده، الباحث الفني والموسيقي الاستاذ محمد دياب. صباحك صباح الورد. مرسي جدا ليك يا سلمى، وكنت سعيده بوجودي معاك النهارده. وانا كمان نورتنا، وشكرا على وجودك معانا النهارده. سادة مشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد.